بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي البايب بالشكل دوت وعايز احول التي دي الكوع ده لتي، لان انا عندي توصيله تانية هنا زي ما كنا بنعمل في الريفت بالظبط. هلاقي هنا علامه زائد بدوس عليها فبيحول لي الكوع لتي وابدا اكمل شغل معاها. الشكل دوت تمام، وتقدر ترسم زي ما انت عايز، تقدر في اي وقت تلغي الكمباس لو انت عايز تشغل بحرية شوية. طيب بفرض ان انا قفلت ودوس سكيب، لما تيجي تقف على البايب هنا بتلاقي ان هو لسه مكمل وفي علامة قطرة مياه ان هي لسه بتنقط. فممكن لو انت عايز تقفلها اجيب له كاب من هنا وروح قافل البايب بالشكل دوت تمام اهو. فلما تيجي تبص على البايب خلاص البايب كده اتقفلت. طيب لو انا دلوقتي عايز احرك البايب ديت، مجرد ان انا هعمل عليها سيلكت واعلم وابدا احرك تلاقيها بتحرك معايا بدون اي مشاكل خالص. طيب لو انا عايز اقفلها متحركش تاني، هاجي هنا اقول له اعمل لي لوك تمام. فاجي اعلم واجي احرك الاقي في قفل ان هي ما ينفعش تحرك. طب لو عايز البايب كله هقول له ايه؟ اقول له اد تو سيلكشن، ضيف لي للسيلكشن اللي انا عامله دوت كل اللاين نمبر كل البايب اللي متوصلين واقول له كل ده لوك اقفله لي. فلما تيجي تعلم على اي واحده فيهم تلاقي فيه فال كتيره كده ان مفيش اي فرصه للتحرك تمام. طيب لو انا عايز افكها اعمل سيلكت برضو كل حاجه واقول له لوك انلوك بيسمنت، او تقول له انلوك كونكت بارتس اعملها لي كلها ايه انلوك تمام. طيب لو انت دلوقتي عايز تعمل هايد لحاجه تدوس عليها رايت كليك وتلاقي عندك حاجة هنا اسمها ايزوليت، ممكن تقول له هايد اوبجكت تخفي العنصر اللي انت معلمه، او تقول له اخفي لي كل العناصر اللي انا مش معلمها. يعني يكون انت مثلا معلم على مجموعة عناصر بالشكل دوت، رايت كليك وتقول له سيلكت، وبعد كده تيجي هنا تقول له ايه ايزوليت ايزوليت اوبجكت. ايزوليت اوبجكت يعني ايه؟ يعني ظهر لي اللي انا معلمه واللي مش معايا في الخط الغيه تماما او اخفيه اخفيه لحد ما اقول لك اظهره تمام. طيب بعد كده لو انت عايز تظهرهم كلهم اقول له ايزوليت واقول له ايه اند اوبجكت ايزوليشن، يروح كل حاجه ظهر تاني تمام. طيب لو انا عايز اضيف العزل لبعض العناصر، العزل ممكن يكون موجود بس انت مش شايفه، فعشان تشوفه هتلاقي عندنا هنا مقيمة هوم في الفيزابيلتي بعض الحاجات اللي تخفيها وتظهرها، زي العزل ممكن تخفيه وتظهره زي الويد اهوت، الويلد ديسبلاي تقدر تخفيه وتظهره، الاذرز السيلكتد زي ما انت عايز تقدر تخفي وتظهر من هنا. طيب انا كده اظهرت العزل، فاجي هنا واعلم عليهم. خلينا ما نعلمش عليهم كلهم، نعلم بس على بعض العناصر. طيب خلينا اقول له اد تو سيلكشن كونكت لاين. طيب عايز ابدا اظهر العزل هدوس كنترول 1، دي من ضمن طرق إضافة العزل إن أنت تدخل في الخصائص. أهوت وهاجي هنا هقول له فين العزل، هاجي هنا في الخصائص هلاقي installation thickness، هقول له خلي لي ال installation thickness مثلا 2 بوصة بحيث نبدأ نشوفه بقوة. أهوت اتعمل thickness. لو أنت عايز تخفيه وتظهره أهوت لسه موجود بس هيظهر معايا أو مش هيظهر. كده اختفى كده ظهر تاني تمام. ده بالنسبة للعزل. لو عايز تضيف الاسلوب لأي بايب هتتعلم على البايب وتدوس رايت كليك وتقول له بايب اسلوب اديتنج، انا عايز اعدل الاسلوب فهو بيقول الاسلوب من هنا لهنا. طيب عايز الكالكوليشن هتحسب منين، من الستارت اليفيشن ولا من الاند اليفيشن، الرايز هيبقى قد ايه، الران هيبقى قد ايه، الاسلوب ده اللي انا عايزه اقول له مثلا 1% واقول له اوكي، تلاقي البايب بقى في اسلوب في ميل.